مدبولي يستقبل رئيس مجموعة هاير العالمية ويؤكد دعم الحكومة الكامل للشركة الصينية ودورها في دفع عجلة الاقتصاد المصري. مصر تؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وأهمية الحيلولة دون توسع المواجهات بالمنطقة. في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان 182 قتيلاً و727 جريحاً، ونتنياهو يقول إن إسرائيل على أعتاب أيام معقدة. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على عمق العلاقات المصرية الصينية وتنوعها وأهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، لا سيما في ظل احتفاء البلدين بمرور 10 سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعمل بموجبها الدولتان على تعزيز التعاون المشترك على مختلف الأصعدة. أعرب مدبولي عن تطلع الحكومة لتوسيع آفاق التعاون مع الجانب الصيني، ما يسهم في جذب مزيد من الشركات الصينية إلى السوق المصرية، مؤكدا دعم الحكومة الكامل للشركات الصينية أصبح لها دور بارز في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري، سواء في قطاع الأجهزة المنزلية أو الإلكترونية أو القطاعات الاقتصادية الأخرى التي توفر الآلاف من فرص العمل. جاء ذلك خلال استقبال مدبولي الرئيس التنفيذي لمجموعة هاير العالمية والوفد المرافق له، والذي ضم عددا من مسؤولي الشركة ومجموعة من القيادات الحكومية لمدينة شانغداو المقرر حضورهم لمراسم وضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع مجمع هاير الصناعي للأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وبذل مختلف الجهود التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي، والذي يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى المعدلات الاقتصادية المرجوة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى. وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى دور شركات الإنتاج الحربي في توطين العديد من الصناعات ودعم جهود التصنيع المحلي في مختلف القطاعات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، لكونه يرتبط بشكل وبناء لعقل النشء المصري وصقل مهاراته، وذلك على النحو الذي يؤهله لمرحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025. بدوره أشار عبد اللطيف إلى أن خطة الوزارة لخفض الكثافة في الفصول الدراسية نجحت في إضافة نحو 100,000 فصل جديد للمنظومة التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد. مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ خططها الأمنية لتأمين المدارس على مستوى الجمهورية، والتي تشارك في تنفيذها كافة قطاعات الوزارة لبث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء أمورهم. مع انطلاق عام دراسي جديد، كثفت وزارة الداخلية من انتشارها الأمني لتأمين المدارس على مستوى الجمهورية وبث الطمأنينة في نفوس الطلبة وأولياء الأمور من خلال الخدمات والارتكازات الأمنية أمام المدارس وبمحيطها والشوارع المؤدية إليها. شكرا سيادة الرئيس طبعا إن هو فاكرنا وعلى التأمين اللي احنا بنبقى فيه ده، دي حاجة طبعا احنا مبسوطين بيها أول يوم دراسة. لما جينا لقينا استقبال الشرطة وفي هنا أمان وفي حتى احنا مطمنين وهم واقفين وهم داخلين وفي نظام ومفيش تكدس مروري. أنا مبسوطة جدا بحوالين الشرطة إن هي حوالين المدرسة، وده طبعا مدينا أمان جدا إن لو حصلت أي حاجة
كل حاجه هتتحل وان احنا هنعرف نتصرف. اول ما جيت النهارده المدرسه حسيت بالامان لما لقيت الشرطه حوالينا وكده. طبعا وجود الشرطه بيحسسنا ان احنا كاولياء امور بالامان وانه اولادنا في امان. مبسوطه قوي لما دخلت مدرسه لقيت ضباط وكده، ودي حاجه كده طبعا كويسه عشان جايين يامنوني وكل حاجه كويسه. وتحيا مصر. الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية لتأمين سير العملية التعليمية اعتمدت على نشر الخدمات والأقوال الأمنية بمحيط المدارس على مدار اليوم الدراسي، حيث تتميز عناصر التأمين بالانضباط والظهور بمظهر حضاري يعبر عن جاهزية رجال الشرطة ومدى احترافيتهم. احنا سعداء جدا النهارده في اول يوم دراسه ومعانا الشرطه بتستقبلنا وبتستقبل الاطفال علشان يتعرفوا على الانتماء وحب الوطن. الاسر حاسه بالامان، المدرسه كلها حاسه بالامان، وبنشكر وزاره الداخليه وبنشكر الساده الضباط. النهارده اول يوم مدارس، سعدنا بوجود رجال الشرطه حوالينا موجودين بيأمنوا الأولاد، بيأمنوا دخول الأولاد، وجودهم بيفرق جدا معنا. تضمنت الخطة الأمنية نشر الخدمات المرورية بالميادين والشوارع المؤدية إلى المدارس لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس المروري، بخاصة مع توقع كثافات مرورية أمام المدارس. الشرطة بتأمن الدنيا كلها وبتأمن دخول المدارس النهاردة. اتبسطت جدا بصراحة وبشكرهم جدا جدا النهاردة. دي حاجة مشرفة وحاجة جميلة جدا ان انتوا تاخدوا بالكم من اولادنا الصغيرين. عملية تأمينهم دي ده تأمين لقلوبنا كلنا. النهاردة اول يوم مدرسة وانا مبسوطة قوي عشان جيت لقيت الشرطة مأمنة المدرسة وحسيت بالأمان. بشكر جدا وزارة الداخلية في أول يوم دراسة إن هي الحمد لله مأمن موفر لنا الأمن والأمان. وإحنا داخلين حاسين بالأمن ووجود الضباط وعربيات الأمن في كل مكان. ارتياح كبير وسط الطلاب وأولياء الأمور مع وجود أمني مكثف وفعال في بداية العام الدراسي الجديد، خاصة مع القدرة والجاهزية والانضباط التي تتميز بها العناصر المكلفة بالتأمين في ضوء الاستعداد الدائم من وزارة الداخلية لتأمين كافة الفعاليات والمناسبات. مأمنين المدرسة وده محسسنا بالأمان، ويعني ربنا يخليكم. ميرسي قوي قوي على المجهود اللي انتوا بتعملوه. مبسوطة قوي شفت الضباط. تحية مصر. مع بداية عام دراسي جديد تنفذ وزارة الداخلية خطة أمنية محكمة تهدف من ورائها إلى بث الطمأنينة في نفوس الطلبة وأولياء الأمور من خلال تنفيذ هذه الخطة باحترافية كبيرة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أن الفحص الظاهري لظهور حالات نزل معوية في أسوان أظهر وجود عدوى بكتيرية قولونية نتيجة تناول أطعمة ملوثة أو مياه مخلطة لمياه الصرف. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإسكان والمرافق ومحافظ أسوان بمستشفى أسوان التخصصي بالصدق. الفحص الظاهري للعينات الإسهال يؤكد وجود عدوى بكتيرية قولونية اللي احنا بنسميها إيكولاي أو البكتيريا الشرائكية. هذه البكتيريا هي موجودة في أي شيء ممكن يبقى فيه تلوث، المية لو ملوثة بتنقل إليها، الأكل لو بيغسل بمياه ملوثة ممكن تنقل للحاضن وهو في الحالة دي هو الإنسان. وده اللي احنا طلعته المعامل المركزية في القاهرة من نتائج لتحاليل العينات اللي أخذت من عينات الإسهال أو عينات القيء أو العينات اللي جاية من المرضى المصابين، ومع طبعا اختلاف سلالات
الإيكولاي أو البكتيريا اللي هي الأشركية بيختلف حدة المرضى، بمعنى أن في الطبيعي أنها تكون حالات إسهال وقيء وارتفاع في درجة الحرارة وغثيان بسيطة، ولكن في بعض السلالات المتحورة، وطبعاً دلوقتي بقى الكلام على المتحورات سهل لأن إحنا مرينا بمتحورات كورونا، وكما يحدث في الفيروسات يحدث في الميكروبات، وبالتالي اللي أخذ وقت برضو ده رد تاني أنتوا سبتونا 6 أيام أو 7 أيام ليه؟ لأن إحنا بنعمل تسلسل جيني للسلالات وبنعمل مزرعة للعينات حتى يمكن أن نخرج إلى حضراتكم بمعلومة علمية موثقة على عن سبب هذه البكتيريا التي يمكن أن تسبب الأعراض اللي احنا شفناها. أكد وزير الصحة والسكان أن وزارة الري تقوم بأخذ عينات من المياه بشكل يومي للاطمئنان على صحتها، ثم تمر بالمعالجة في محطات المياه، موضحا أن الاطمئنان على صحة المياه هي عملية معقدة تشترك فيها وزارات الري والإسكان والبيئة والصحة. مية النيل اللي جاية عبر روافدها من كل الدول اللي قبلينا في نظام لحوكمة والكشف والاطمئنان على مياه النيل تشترك فيه أكثر من وزارة. وزارة الري والموارد المائية بتأخذ عينات من السد ومن البحيرة بشكل يومي وأسبوعي حتى تطمئن على المياه عند وصولها إلى الأراضي المصرية، وبمعامل متقدمة جداً، وتستطيع أنها بتطلع تقارير وتقدر تعمل معالجات إذا في أي شيء. ويعني مرينا بحاجات زي كده كثيراً. ثم المية دي بتروح على محطات المعالجة اللي بتبقى في عهدة وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللي بتجري عمليات من المعالجة لهذه المياه، وعمليات أيضاً التحليل الدوري والكشف الدوري والمعملي في بشكل يومي في هذه المحطات حتى تطمئن عليها. ثم يأتي دور وزارة الصحة أنها بتجرى كل الإجراءات الخاصة بالكشف المعملي والتحليل عند خروج المياه من محطات الشرب أو محطات المعالجة إلى الشبكات الداخلية للمنازل. وطبعاً في نص الكلام ده كله وزارة البيئة بتعمل في أمور كثيرة ما حول هذه المحطات، وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات. فإذن هناك منظومة معقدة جداً للإطمئنان على كل نقطة مية حضرتك بتشوفها في الحنفية اللي بتنزل قدامك. بدوره أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشريف الشربيني أن مياه الشرب ليست سبب حالات النزلات المعوية في أسوان، موضحا أنه تم أخذ عينات من المياه وتحليلها ووجد أنها مطابقة للمواصفات تماما. الحقيقة يمكن إحنا بشكل تلقائي يعني على مستوى الجمهورية كلها بيتم أخذ عينات يوميا من محطات المياه، سواء المآخذ أو الروافع أو محطات التنقية، والعينات دي بتتاخد من المأخذ من المياه نفسها اللي داخله للمحطه، ومن المنتج النهائي كمان اللي هو المخرج بعد التنقيه. والحقيقه يمكن خلال الرصد ما قبل رصد هذه الحالات كان استطلعنا كل النتائج الخاصه بالعينات والتقارير اللي موجوده، ولقيناها ان هي مطابقه للمواصفات والمعايير القياسيه. وبعد رصد الحالات برضو كثفنا الحملات بتاعه التقارير والنتائج من خلال الشركه القابضه وللمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع ايضا للوزاره، هو بيعد جهاز رقابي داخل الوزاره لفحص العينات بشكل عشوائي ومستمر. كثفنا هذه العينات ولقينا ان المنتج برضو مطابق للمواصفات والمعايير بشكل كامل، وان الحقيقه المشكله مش في محطات المياه تماما. كما أعلن وزير الإسكان أنه تم تأمين وصلات المياه والصرف الصحي في عدد من المناطق بأسوان، موضحا أنه قد تم تطوير الصرف الصحي في 101 قرية بنسبة 92% من قرى أسوان، ويتم حاليا تطوير باقي القرى بالمرحلة الثانية من حياة كريمة. والحقيقة عملنا كمان رصد جوه المنازل للشبكات كمان الداخلية اللي معمولة بمعرفة أهالينا، والحقيقة يمكن رصدنا بعض الحاجات اللي ممكن تكون يعني مش مطابقة نوعا ما للمواصفات، ومع ذلك نزلنا الفرق بتاعتنا أمنت هذه الوصلات كلها بالكامل، سواء تغذية المية أو حتى تغذية أو ترنشات الصرف الصحي اللي موجودة في بعض القرى. زي ما حضراتكم عارفين احنا يمكن يعني في ضوء المبادرة الرئيسية العظيمة اللي خاصة بمشروع حياة كريمة، الحقيقة احنا في محافظة أسوان تحديدا يمكن انتهينا من 101 قرية دعمناهم بالصرف الصحي بالكامل،
ودول بيغطوا نسبة حوالي 92% من إجمالي القرى في محافظة أسوان، ومتبقي معانا 16 قرية ضمن المرحلة الثانية، وتم طبعا تدفيع يعني العجل العمل فيهم بشكل كبير جدا، هم ضمن المرحلة الثانية في هذا المشروع. هذا وقد قام نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان بجولة شملت مستشفيي المسلة وأسوان التخصصيين، حيث اطمأن الوزير على حالة المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية بالمستشفيات، ووجه بتقديم كافة سبل الاهتمام والرعاية لهم، وذلك حتى خروجهم من المستشفيات. هذا وقد تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني محطة مياه الشرب بقرية أبو الريش قبلي بأسوان، كما تفقد وزير الإسكان محطة مياه الشرب بجبل شيشة بمحافظة أسوان للتأكد من صحة وسلامة المياه بمحطات المعالجة. أدان وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي ونظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، حيث أكد عبد العاطي أن المساس بأمن لبنان هو مساس بأمن المنطقة، داعيا لاحترام سيادة لبنان وسلامته. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين بنيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. اتفق الوزيران على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر واطلاع الدول الفاعلة بدورها في هذا الصدد والحيلولة دون توسع المواجهات. من جانبه قدم وزير الخارجية اللبناني الشكر لمصر على موقفها الداعم للبنان وحكومته في مواجهة العدوان والتهديدات الإسرائيلية بالاجتياح البري. دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى الوقوف مع الحق وردع العدوان الإسرائيلي. وأوضح ميقاتي أن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان هي حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى، ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء، مشيدا أو مضيفا في ذلك بأنه يجب وقف عدوان إسرائيل وتطبيق القرار الدولي رقم 2735 والصادر عن مجلس الأمن وحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل على أعتاب أيام معقدة. قال نتنياهو من غرفة التحكم الرئاسية بوزارة الدفاع بتل أبيب إنه يعمل على تغيير ميزان القوة في الشمال، وهذا ما تفعله إسرائيل. نقلت القناة 12 عنه القول إن إسرائيل لا تنتظر التهديد بل تسبقه. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه قدم لنظيره الأمريكي لويد أوستن تقييما للموقف بشأن تهديدات حزب الله، كما أطلعه على عمليات جيش الاحتلال لتقليص قدرة حزب الله على شن هجمات ضد إسرائيل. من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تل أبيب لن تتوقف حتى إزالة التهديد ضد الإسرائيليين وعودة سكان الشمال إلى مناطقهم، مهددا اللبنانيين بضرورة إخلاء أي منزل تحول إلى موقع متقدم لحزب الله لتجنب الأذى بحسب قوله.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 182 قتيلا إضافة إلى إصابة 727 شخصا في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم. وأشارت الوزارة إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على قضاء الهرم الشرقي البلاد، مطالبة بوقف بعض العمليات لإفساح المجال لاستقبال الجرحى. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك 35 صاروخا عبرت من لبنان إلى صفد، تم اعتراض بعضها وتم سقوط البعض الآخر في مناطق مفتوحة، مضيفة أنه هاجم أكثر من 300 هدف لحزب الله في لبنان. يأتي هذا فيما أعلن حزب الله اللبناني قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في قاعدة عمياد، مضيفا أنه قصف أيضا مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل في منطقة زوفلون شمال مدينة حي بعشرات الصواريخ. وفي غضون ذلك أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط 5 جرحى إسرائيليين إثر سقوط صواريخ في الجليل الغربي. أفادت وزارة التربية والتعليم في لبنان وقف التدريس غدا بالمدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أنه سيتم فتح المدارس والمعاهد الحكومية لإيواء النازحين من منطقة الجنوب بسبب الغارات الإسرائيلية الواسعة والمستمرة منذ صباح اليوم. قصفوهم اين ما ادري عنهم اللي هم يوم مقطعين شو قف يا خير. أعلنت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدا و60 مصابا خلال 24 ساعة ماضية. أشارت السلطات الصحية بغزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,455 شهيدا و95,878 مصابا، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي، مضيفة أنه لا زال عدد الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف الجهود لدعوة المجتمع الدولي للضغط باتجاه إزالة جميع العوائق أمام دخول وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله الثاني في نيويورك رؤساء وممثلي عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، حيث شدد العاهل الأردني على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية للعاملين في الهيئات والمنظمات الإغاثية، مؤكدا استمرار الأردن في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة. قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن بلادها ستقدم 10 ملايين دولار أسترالي استجابة للأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية. أوضحت وونغ أن هذا الدعم سيذهب إلى منظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير مساعدات منقذة للحياة، وأشارت إلى أن أستراليا ستواصل الضغط من أجل وصول إنساني آمن وسريع دون أي عوائق إلى غزة.
تواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة رغم العراقيل من الجانب الإسرائيلي. هذا وتستمر قوات الاحتلال في اتباع سياسة التجويع من خلال تقليص عدد الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وأدوية في الوقت الذي يحتاج فيه قطاع غزة إلى المعونات لمجابهة الجوع والمرض. المزيد من معبر رفح مع مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت من حدة التعنت، وذلك بتخفيض عدد الشاحنات التي اتجهت إليها، حيث وصل عدد الشاحنات إلى 31 شاحنة فقط، هذا بالإضافة إلى 4 شاحنات كانت تحمل محروقات. ال 31 شاحنة من قام بتفريغ حمولته وصل إلى 5 شاحنات فقط من المساعدات الإغاثية والإنسانية. إذن نحن أمام مسلسل تعنت كبير والتنكيل بالشعب الفلسطيني الشقيق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أمس كانت هناك انفراجة نوعا ما، حيث وصل عدد الشاحنات إلى 60 شاحنة، وسمحت قوات الاحتلال لبعض الشاحنات التي تحمل مواسير لمياه الصرف الصحي بالعبور وتفريغ حمولة هذه الشاحنات، ولكنها في المقابل رفضت الشاحنات التي كانت تحمل دقيق وتحمل رز وتحمل يعني مستلزمات للمنازل ومستلزمات الخاصة بالأطفال كلبن الأطفال والحفاضات وغيرها. إذن نحن أمام مسلسل تعنت كبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تجويع الشعب الفلسطيني الشقيق والتنكيل به. على جانب آخر، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس يعني الهجمات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من الناحية الأخرى من معبر رفح، وبالتحديد في تل السلطان والحي السعودي 1 و2 و3. وبالفعل كنا نسمع ذوي انفجارات يعني كبيرة قادمة من الناحية الأخرى من معبر رفح. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى. نشرة السادسة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. وزير الخارجية يقول من نيويورك إن الوضع في غزة أصبح غير محتمل ويتطلب مضاعفة جهود الإغاثة الدولية. تؤكد مصر ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتشدد على أهمية وقف العدوان الجاري على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن الوضع في قطاع غزة أصبح غير محتمل ويتطلب مضاعفة جهود الإغاثة الدولية في ظل الدمار غير المسبوق الذي خلفه الاحتلال، وذلك بخلاف الخسائر البشرية التي تجاوزت 40,000 شهيد. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في فعالية لمعهد السلام الدولي حول الشرق الأوسط ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد عبد العاطي خلال الفعالية أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يعد ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة، مستعرضا محددات موقف مصر من القضية الفلسطينية والذي يرتكز على ضرورة التوصل لتسوية تلبي طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي تقدير مصر للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيدا بالدور الذي يقوم به مكتب المفوضية في القاهرة لدعم جهود الحكومة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في مصر. وخلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليب جراندي بنيويورك، أكد وزير الخارجية أن تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية
والإنسانية في العديد من دول الجوار أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023. وأكد حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية. التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي بمدير عام العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط وذلك بنيويورك. وثمن وزير الخارجية ووزيرة التخطيط الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر ومجموعة البنك الدولي ودعم الأخير للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل، وأكد ضرورة مواصلة التعاون المكثف بين مصر والبنك الدولي بهدف دعم الجهود الوطنية الحثيثة لمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي والتحول الشامل بما يضع مصر على مسار مستدام من النمو الشامل. شارك منتدى شباب العالم في قمة المستقبل في نيويورك بمقر الأمم المتحدة تقديرا للدور المميز الذي يلعبه المنتدى تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب في تمكين الشباب وإيصال أصواتهم إلى مراكز صنع القرار الدولية. هذا وتوفر قمة المستقبل منصة فريدة لمعالجة التحديات المستقبلية ووجهات نظر الشباب بشأن القضايا العالمية الرئيسة مثل السلام والأمن الدوليين والتنمية المستدامة والثورة الرقمية والتكنولوجية. للمزيد من المتابعة حول مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل في الأمم المتحدة بنيويورك ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي. أستاذ عبد اللطيف، كيف ترى هذه المشاركة من المنتدى وتحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل؟ هي مشاركة تأتي في وقت هام جدا، يعني من الممكن أو ستكون فرصة لهؤلاء الشباب ليروا كيف يتناقش العالم وكيف يتباحث العالم أو قادة العالم أو مندوبي العالم في الأمم المتحدة في القضايا الهامة التي تخص البشرية. لماذا؟ لأننا إحنا في توقيتات صعبة، توقيتات صعبة، يعني خارجين كان في مثلا وباء عالمي من كورونا، ثم حروب إقليمية سواء كانت في روسيا أو أوكرانيا أو حتى في الأراضي الفلسطينية، وأيضا توترات في العديد من المناطق وبعض الدول الأخرى. وبالتالي فإن هذه فرصة لهؤلاء الشباب إن هم يجتمعوا ليروا كيف يتحدث زعماء العالم أو مندوب العالم، كيف يتناقشوا في مثل هذه القضايا. نعم. اللغة التي يستخدمونها حتى في النقاش وهكذا. ولذلك هنجد مثلا أن مصر على سبيل المثال القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن أتى إلى سدة الحكم وهو يهتم بالشباب وقضية تعليم الشباب كيف يتحاور ويتناقش، وكان ذلك بدايته في 2016، ثم توالى النقاد على المستوى المحلي إلى أن تم دعوة الشباب في العالم، يعني في الدول الأفريقية. نعم، وهذا هو النموذج الذي بدأ من الأراضي المصرية ما بين الشباب وصانعي القرار وهمزة الوصل التي تمت في هذا الشأن. ارتقى الآن أن يكون منتدى عالمي وأن يمثل مصر في هذا المحفل الدولي الكبير. برأيك كيف تنتقل هذه التجربة المصرية للعديد من الدول؟ يعني إذا قلنا تجربة مصرية فعلينا أن نقول أنه مسجل باسم مصر. نعم. على سبيل المثال،
حضرتك تعلمي ان في احد المؤتمرات ربما قبل الاخيره بالنسبه لمنتدى الشباب وفي قمه المناخ ايضا تم رفع توصيه من قبل الدول والمشاركه مصر في قمة شرم الشيخ إن هم يحذوا حذو مصر، وتعتبر الأمم المتحدة ده كيان شرعي لها، وبالتالي بيوضع بكافة أنشطته على الأجندة الدولية. وأعتقد إن ده من الأمور الهامة جدا في الوقت الحالي. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي. عقدت وزيرة التنمية المحلية منى العوض ووزير الإسكان شريف الشربيني ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر عقد اجتماعا موسعا لمتابعة التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته 12 بشهر نوفمبر المقبل. تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل غرفة عمليات من جميع الوزارات والجهات المعنية لمتابعة التحضير للمنتدى وعقد اجتماع أسبوعي لممثلي كل الوزارات والجهات، كما تم التأكيد على سرعة انتهاء كل جهة من تنفيذ المهام الموكلة إليها والتي تم استعراضها في الاجتماع تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء في التقارير واللقاءات الدورية الخاصة بمتابعة ملف استضافة مصر للمنتدى. التقى وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق مع سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء أشاد وزير التموين بتطوير العلاقات بين مصر ودولة الصومال خلال الفترة الحالية، كما ناقش آليات العمل المشترك والخطط المستقبلية لتطوير التعاون في الملفات التي تدعم التعاون بين البلدين والمتعلقة بمجال تحقيق الأمن الغذائي والتبادل السلعي والتجاري. من جانبه أكد سفير الصومال لدى القاهرة أن الصومال بلد غني بالثروة الحيوانية والثروة السمكية، ومن الممكن أن تستفيد منها السوق المصرية، مؤكدا تقديم كل التسهيلات اللازمة لأي استثمارات متبادلة بين مصر والصومال. عقد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو اجتماعا موسعا مع رؤساء القطاعات المشاركة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان. وخلال الاجتماع استعرض وزير الثقافة الخطة التنفيذية للفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الوزارة ضمن هذه المبادرة التي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ قيم الثقافة والتعليم. وأكد وزير الثقافة أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر وخلق بيئة تعليمية وثقافية تسهم في بناء الإنسان المصري على أسس معرفية قوية، ما يتماشى مع رؤية مصر 2030. استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف. وخلال اللقاء عرض وزير التربية والتعليم التوجه الجديد لمنظومة الوزارة من حيث الأفكار والأساليب الحديثة المتبعة في العملية التعليمية. من جهته أثنى البابا على هذه الرؤية والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا السياق والتي تسهم في بناء الإنسان المصري بالشكل الذي نأمله في بلادنا.
أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة والتي يصل عددها إلى 624 مدرسة تضم 123,319 طالب وطالبة، يعمل بها نحو 9,000 معلم ومعلمة مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوى المحافظة. وخلال تفقده لانتظام العملية التعليمية في عدد المدارس إدارتي الشيخ زويد والحسنة التعليمية، أكد المحافظ تجهيز المدارس بجميع المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية من أثاث وكتب مدرسية وهيئة تدريس لازمة بجانب إجراء الصيانة البسيطة للمدارس. أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تولي اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الهمم، حيث تسعى لتعزيز الوعي المجتمعي لدمجهم في المجتمع. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، أشارت الوزارة إلى قيامها بالكشف المبكر عن الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة والتابعة لها للفئة العمرية تحت سن 4 سنوات. كما تم تنمية المهارات اللغوية وتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال المراكز اللغوية، وعددهم 73 مركز على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد المستفيدين 8,400 مستفيد. ويعد اليوم الدولي للغة الإشارة فرصة فريدة لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة الآخرين. هذا وسيسلط العالم الضوء مرة أخرى على الوحدة التي تولدها لغة الإشارة لدينا. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية للنشرة السادسة. أخبار الاقتصاد مع سارة نجيب. لك سارة. شكرا هبة، شكرا أدا. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي التزام الدولة بالعمل على تذليل العقبات ومواجهة التحديات وزيادة جاذبية فرص الاستثمار للاستمرار في تحويل منظومة البحث عن الغاز والبترول إلى وجهة استثمارية جاذبة. وخلال ترأسه لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، أكد وزير البترول أن جذب المستثمرين وتحفيزهم على ضخ وزيادة الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والبترول في مصر يعد أولوية قصوى للوزارة في ظل توافر إمكانات واعدة في المنطقة، مما يجذب بالفعل كبريات الشركات العالمية للاستثمار بها. ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز التنفيذي للهيئة. وخلال الاجتماع تم استعراض أنشطة الجهاز والتي تشمل الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لعدد 96 وحدة لمدابغ الجلود بروبيكي، وكذلك مشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية بالمدينة، فضلا عن تنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب حرص الوزارة على تحسين مناخ الأعمال وإيجاد بيئة عمل مواتية أمام المستثمرين. جاء ذلك خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، حيث أوضح الخطيب أن الوزارة تعمل على تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر بما يسهم في تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية المتميزة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. قام جان لي ترون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بتكريم وزير المالية أحمد كوجوك بوصفه عميد المديرين التنفيذيين بمجلس الإدارة، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مجلس المحافظين باعتباره محافظا لمصر لدى البنك الآسيوي. وقال جان لي ترون: كوجوك لعب دورا مؤثرا في تنفيذ استراتيجية البنك وتمهيد الطريق لشراكة تنموية أفرو أسيوية. جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك بأوزباكستان. أطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر. جاء ذلك خلال الحدث رفيع المستوى الذي نظمته مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية بنيويورك. وأكدت الوزيرة أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر تمثل مبادرات تشاركية بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة للزميلات مرة أخرى إليكما. شكرا لك. عملاق في دنيا الصحافة وصاحب مدرسة استمرت لعقود طويلة، سار على نهجها الكثيرون في بلاط صاحبة الجلالة. عاش عصرا ذهبيا وأياما فاصلة في تاريخ مصر الحديث بدءا من خمسينيات القرن الماضي وحتى الألفية الثانية، وكان ملازما لزعماء وقادة خلدهم التاريخ وشاهدا على عصور متتالية. إنه الكاتب الصحفي الراحل محمد حسن هيكل الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده. تمر اليوم ذكرى ميلاد الراحل محمد حسن هيكل، هو الاسم الأبرز في تاريخ الصحافة المصرية والعربية، ويعد أشهر الصحفيين العرب في القرن العشرين، حيث رحل عن عالمنا في 17 من فبراير لعام 2016 عن عمر ناهز 93 عاما، بعد أن ترك مسيرة حافلة كصحفي وكاتب ومحلل وشاهد على التاريخ. ولد محمد حسن هيكل في مثل هذا اليوم في 23 من سبتمبر لعام 1923 بقرية بسوس بالقليوبية. تلقى تعليمه في القاهرة وبدأ الدراسة بالمراحل المتصلة، ثم اتجه إلى الصحافة في وقت مبكر، حيث التحق بجريدة إيجيبشن جازيت وعمل كمحرر تحت التمرين بقسم الحوادث، ثم عمل مراسلا حربيا لتغطية بعض معارك الحرب العالمية الثانية. وفي العام 1944 انتقل هيكل للعمل في مجلة روزل يوسف، والتي كانت بوابة التعارف على محمد التبعي، ومن ثم الانتقال للعمل معه في مجلة آخر ساعة قبل أن تنتقل ملكيتها إلى الأخوين علي ومصطفى أمين. وفي العام 1945 عين هيكل بمجلة آخر ساعة، وأصبح بعد ذلك مراسلا متجولا بأخبار اليوم، ثم تنقل وراء الأحداث من الشرق الأوسط إلى البلقان وإفريقيا والشرق الأقصى، إلى أن استقر في مصر في العام
1951، تولى منصب رئيس تحرير آخر ساعة ومدير تحرير أخبار اليوم، وفي العام 1957 تولى رئاسة تحرير صحيفة الأهرام، وظل في منصبه حتى العام 1974. قاد الأهرام للتحول إلى مؤسسة، وأنشأ عدداً من المراكز المتخصصة مثل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز الدراسات الصحفية، ومركز توثيق تاريخ مصر المعاصر. وإلى جانب العمل الصحفي، شارك محمد حسن هيكل في الحياة السياسية، حيث تم تعيينه وزيراً للإعلام في العام 1970، ثم أضيفت إليه وزارة الخارجية لفترة أسبوعين في غياب وزيرها الأصلي محمود رياض. ترجمت كتب الكاتب الكبير الراحل إلى ما بين 25 إلى 30 لغة، كان أحد ظواهر الثقافة العربية في القرن العشرين، كما أنه مؤرخ للتاريخ العربي الحديث، خاصة تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث قام بتسجيل سلسلة من البرامج التاريخية، ولديه أيضا تحقيقات ومقالات في العديد من صحف العالم. نهاية النشرة، تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. مدبولي يستقبل رئيس مجموعة هاير العالمية ويؤكد دعم الحكومة الكامل للشركات الصينية ودورها في دفع عجلة الاقتصاد المصري. مصر تؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وأهمية الحيلولة دون توسع المواجهات بالمنطقة. في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان، 182 قتيلاً و 727 جريحاً، ونتنياهو يقول إن إسرائيل على اعتاب أيام معقدة. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكراً لكم. إلى اللقاء.